يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، وذلك لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الجمعة الموافق 9 من شهر يونيو الحالي في زيارة رسمية لمملكة البحرين، يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لجلالته طيب الإقامة في مملكة البحرين.